مساء الخير واهلا بكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. بكره حدث عقد الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، حدث مهم جدا لانه بكره الانتخابات، والانتخابات مش انتخابات عاديه، يعني مش الانتخابات بتاعت اخر 10 سنين اللي هي بتتم والسلام، انما هي انتخابات اللي بدايه مرحله جديده في تاريخ نادي الزمالك. المرحلة اللي فاتت اغلقت بكل ما فيها، صفحة اتقفلت خلاص. بكرة الجمعية العمومية هتختار مجلس إدارة علشان يبدأ مرحلة جديدة مهمة وفارقة في تاريخ نادي الزمالك. عشان كده بكرة الاختيار يبقى سليم، لا تبنيه على عاطفة ولا تتجرجر لكلام من بره حلو ومن جوه مش حلو. يعني عارفين انتوا كده قول حق يراد به باطل، في ناس تقعد تردد لك كلام فتشعر انه حلو، تشعر انه في صالح النادي وهو مش في صالح النادي. عشان كده الناس بكره الجمعيه العموميه لنادي الزمالك الساده الاعضاء عليهم دور مهم في اختيار مجلس اداره فعلا يستطيع ان هو يعيد نادي الزمالك لمكانته الطبيعيه من خلال ولاده الحقيقيين، محبيه الحقيقيين اللي عندهم قدرة على العمل بجد 20 ساعة في اليوم، اللي عندهم قدرة على استعادة مكانة النادي بجد، اللي عندهم قدرة على التواصل طول الوقت مع الجمعية العمومية، واللي بيحبوا النادي بجد، واللي عاش عمرهم في النادي بجد. مسائل دي مسائل يعني بكرة ما فيهاش هزار، يعني بكرة الاختيار لازم يبقى بالعقل. الحاجة التانية يعني من الحاجات الصعبة اللي دايما احنا بنواجهها كإعلاميين ونتيجة برضو تراكم أخطاء مننا من زملاء بقى مننا ما أعرفش، يعني إنه دلوقتي بقت الناس عايزة تسمع اللي هي حابة تسمعه، مش عايزة تسمع الصح أو الصدق أو الصحيح، أو عندما تبتغي الصالح فالناس تقول لك لا 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 لا. لما اتكلمنا امبارح على موضوع الدكتور حسام المندوه وشرحته وأقسمت على الهوى اللي أنا نفسي ينزل، لكن في صالح عام بيجب الصالح الشخصي. وفي الموضوع بتاع الدكتور حسام المندوه ده تحديدا انا تعرضت ليه كنائب، يعني ده تحديدا بنفس تفاصيله بنفس خطواته بنفس يعني اسانيده القانونيه بتفسيراته القانونيه، عشان كده انا حافظه جدا. وامبارح حذرت وقلت يا جماعه مشاركه الدكتور حسام المندوه مشكلة كبيرة جدا ستواجه انتخابات نادي الزمالك، واللي بيحب نادي الزمالك ما يمشيش على هوى نفسه، يمشي على هوى صحيح القانون عشان ما تديش فرصة لأي حد، وهم كثر كتير عايزين يطعنوا وعايزين يخربوا النادي. دايما حط الموضوع كده، هتلاقي ناس كتير عايزة تطعن وناس كتير عايزة تبوظ الانتخابات وناس كتير مش عايزة النادي يستقر. فامبارح قلت يا جماعة ده موضوع في غاية الخطورة، ممكن الدكتور حسام يكون أحسن واحد في الدنيا بس وجوده في الانتخابات يضر نادي الزمالك. ونشدت اتنين، كابتن حسين لبيب ولم يستجب ومجموعته والسيد وزير الشباب والرياضة. نسيت اللجنة الأولمبية، يعني أنا عن نفسي نسيت امبارح اللجنة الأولمبية اللي هي طلعت جواب غريب النهارده، لكن الوزير صلح بسرعه وهقول لكم ازاي دلوقتي. فلما اتكلمت امبارح في هذا الشأن ده لصالح نادي الزمالك، مش علشان خاطر حاجه تانيه، يعني مش علشان خاطر اي شيء غير صالح نادي الزمالك. وقلت ان الطعن على دكتور حسام المندوه سهل جدا وفي خمس دقائق، وانه ده بيهدد العمليه الانتخابيه باكملها. ناس هتقول لك اصل هو ممكن يبقى على امانه الصندوق، وان المخطط الدكتور حسام ينزل وربما يكسب، طبعا الفرص متاحة للجميع لكن ربما يكسب، وبالتالي بعد كده يمشي حتى لو حد طعن عليه، وان دي دماغ الكابتن حسين لبيب ومجموعته المخطط الذهبي يعني، وبعد كده يصعدوا حد من المجلس بالإنابة يمسك أمانة الصندوق، وبعد سنة حلني حل بقى يكونوا شافوا حل أو شافوا حد أو أي حاجة. هفترض ان هذا سيناريو، بس هل ده في صالح نادي الزمالك؟ لا.
طب هل ده يتماشى مع مبادئ الكابتن حسين اللي كان بيعلنها انه مش هيدخل النادي في محاكم وانه عنده استعداد يشتغل مع اي حد وانه نادي الزمالك الناس لازم لا. مع كامل تقديري للكابتن حسين طبعا يعني 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 راجل محترم وراجل يعني فعلا محب لنادي الزمالك وكل حاجه. لكن دي توقيتات الاختبارات الحقيقيه. دي نقطه. السبب الثاني ده سيناريو. السيناريو الثاني وخدوا بالكم ده سيناريو قانوني وفي الطعون هيتم انه هيهد العمليه الانتخابيه كلها لانه الناس هتقول لك انا دخلت دكتور حسام كان موجود فلما بدي له صوتي بدي معاه فلان وفلان 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 عشان انا في رايي ده بيعمل تجانس. ولما لو ما كانش موجود ما كنتش حد فلان وفلان وفلان. وبالتالي الفلان اللي خسر هنا والفلان اللي خسر هنا كان ممكن يبقى ليه فرصه. لو الدكتور حسام مش موجود يعني مثلا لو شبانه موجود معاه فيدوا لشبانه عشان الدكتور حسام موجود، لكن لو مش موجود مش هيدوا لشبانه. فتلاقي نفسك طعن على كل العمليه الانتخابيه. دي الجزء ايه؟ السيناريو الثاني اللي يهدد كل العمليه الانتخابيه. طب هل الحكم القضائي نافذ الاداري؟ نافذ. في هزار؟ ما فيهوش هزار. في نقاش؟ ما فيهوش نقاش. طب لما تقدم استشكال في محكمه غير مختصه تحاول تعمل اي حركات من دي؟ تعطيل. تعطل يوم، تعطل اسبوع، تعطل ثلاث ايام، تعطل ست ساعات حسب ما المحكمه تقرر. لكن في الاخر نافذ. الحكم نافذ يعني نافذ. وكنت اتمنى ان الدكتور حسام هو راجل محترم بما ان الكابتن حسين ما اتكلمش والناس اللي معاه ما اتكلمتش كان يترفع وشفت مثلا جه جواب من اللجنه الاولمبيه والكابتن احمد سليمان عمل بوست وما اعرفش ينام فرحانين جدا بانه هيخوض الانتخابات ومش هيخوض الانتخابات. ودي فرحه شخصيه مش لنادي الزمالك. يعني افهم ان الناس اللي تحب النادي تفرح لحاجه للنادي، لكن لو حاجه تعمل مشكله للنادي الناس تترفع. ده اللي افهمه. علشان كده انا بقول الكلام ده لصالح نادي الزمالك. ناس تاخده بقى يعني تتضايق، ناس تقول لك اصل ده يعني كذا، كل واحد براحته، لكن ده الصالح العام لنادي الزمالك، والايام هتثبت هذا الكلام. والزمالك مش ناقص يعني بص اللي يحب نادي الزمالك ونجاح نادي الزمالك وقلعه نادي الزمالك وانا بقول دلوقتي اهو كل الناس واهلاويه قبل الزملكاويه عايزين استقرار نادي الزمالك. كل الناس بلا استثناء عايزين استقرار نادي الزمالك. وان هم عايزين ان النادي يمشي يمشي بشكل سليم والمجلس يقعد 4 سنين. يعني اللي عايز استقرار نادي الزمالك يشتغل على ان مجلس الاداره يقعد 4 سنين، يستقر 4 سنين كاملين. ماشي. طب هو السؤال هل لو الدكتور حسام اتحط اسمه في الاستمارات بكره المجلس هيقعد 4 سنين؟ لا. ده ممكن بعد اسبوع يمشي. ولا 10 ايام ولا شهر يبقى ده كلام. هل يجوز كده؟ وتقعد لجنه ثلاثيه تدير النادي لغايه اقرب جمعيه عموميه وفق القانون؟ هل يجوز هذا الكلام؟ كانت رسالتي الثانيه امبارح للسيد وزير الشباب والرياضه. الدكتور اشرف صبحي. وقلت له انه التاريخ هيحاسب. زائد ان هذه الانتخابات عندما تبطل لو شارك فيها الدكتور حسام لازم الناس تتحاسب. لأن نادي الزمالك مش لعبة. ونادي الزمالك ما ينفعش يتهزر معاه خصوصا في المرحلة دي. حصل هزار كتير السنين اللي فاتت، كفاية أنا هزار بقى مع نادي الزمالك. وينجح اللي ينجح. ينجح اللي ينجح.